السوريين مرحبا في بلادنا. انا انسان من مدينه مراكش. الله حييك. مرحبا بكم ولاتيتو انت ليكم الزيار المراكشيه وانت ليكم الطاجين المراكشي وانت الله فيكم انت ليكم تبو قناوه هي دابا راحنا معرورين دابا لمراكش راه بعد يومين غنمشي لمراكش ان شاء الله. ايوه الله يعطيك كما قلتو جيبوا عندي هنا انا نصاوب عليكم ونهضر مع السيده طيبه والتي هو من بارك الله بارك الله فيك الله يعطيك الصحه سيدي مراكشي صافي شريف الله يعطيك الصحه باي 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 مع السلامه قناه العشاب انا العشاب الهنديه الله يعطيك الصحه باي باي مبروك الله يعطيك الصحه بسم الله ها الشريفة صراحة ما شاء الله حلو هاكي شريفة شوف الشمس يعطيك الصحة صوتين يلا وقف نشوف بلاصتهم كل تاكل ما زبيناش حامضة كنا يلاه نتواعينا وحنا نحيدو شتي باش ما تحسوش جبل جبل ابو عسو القشرة الداخلية تنفع الماسكات روعة روعة القشرة الداخلية هاك نعم يعطيك الصحة خذي تيديروا اللوجه ايه خذي الشريفه خذي يعطيك الصحة بارك الله ايوه بالصحة بالصحة ها كازك يا وطن لا حلو وزينة ما شاء الله ما شاء الله أقول ها ما بصحة زكول لا يعطيك الصحة صباح المبروك هذا صباح الهندية صباح العسل صباح الهندية لا لا هذه لا هذه مش مزيان جبد الكبير المزيان الله يرحم والديك هذا الكبير المزيان صحة صحة بالصحة الشريفة يا ربي يا ربي بغينا ناكل حتى نسخف الله يعطيك الصحة يلا خذ الشريفة بغينا ناكل حتى نسخف الخير موجودة احنا بلادنا في المغرب يلا مد يدك الشريفة بالصحة هاك اختار هذا هذا الفيديو هذا عذاب للي بالغربة اللي بفرنسا اللي بإيطاليا بأمريكا لا في مناطق فيها وفي لا ما في ما في ما في إلا بالمغرب هذا اللي عايشة بفرنسا بإيطاليا بألمانيا تشوف هذا الفيديو ها يمكن يصيب الجلطة يمكن يصيب الجلطة تموت أبو العز حتى لو كنت تلقاه سبحان الله ما كيكونش نفس طعم البلاد مدي داك الشريفه ماشي نفس طعم البلاد بالصحة لا غير هذا البنات شاركونا الكرموس وتفضلوا بالصحة والراحة ها
اصبح الكرموز ها هاي عيش عيش العيشة ها يا ربي يا ربي. شوف انا اسطر وام محمد اسطر ومصطفى مغاجي زيدك لا صافي صافي بس خذي خذي هاي ثلاثة لا ما بغيت هاي صافي شريفة يلا احسب صافي صافي بركة خلص لا صافي يلا شريفة يلا الله مع السلامة مع أب سلامة مع السلامة ها شريف الله يعطيك الصحة شنو كتعد خليه مع البركة لا تعد